بعد ما شفنا هالتقرير التالي زينب، هلا بدنا اكيد نرحب بالدكتوره ضيفتنا دكتوره نسرين خازم، اختصاصيه باورام السرطان. يسعد صباحك دكتوره، واهلا وسهلا فيكي. صباح الخير، يسعد صباحكم، شكرا للاستضافه. يسعد صباحك عن جديد. يعني عم نحكي عن المقاومه، كنا انه هي السلاح الاوحد لمقاومه فيروس كورونا، لكن بعض الامراض او الناس اللي عندها بعض الامراض ممكن تكون مناعتها اقل، خلينا نقول تماما، مثل مرضى السرطان. فخلينا نحكي اليوم عن مريض السرطان وليه هو اكثر عرضه للاصابه بفيروس كورونا. تمام. هلا اول شيء، مريض السرطان بشكل عام، خصوصا اثناء تلقي المعالجه الكيماويه او المعالجات المناعيه او اللي هو او اي نوع من المعالجه، هو بيكون عرضه اكثر للهي. مشان هيك نحن مو كل مرضى السرطان هن معرضين اكثر، في كذا مجموعه لمرضى السرطان. الجزء المجموعه الاولى هن يلي تشخص مرضهم جديد ويلي بحاجه للمعالجه، وهدول المرضى اثناء تلقي المعالجه بصير في نقص بالمناعه، لانه المعالجه الكيماويه بتثبت نقي العظم، بالتالي بتنقص الكريات البيض، وبالتالي المريض معرض لاي انتان انتهازي وعلى راسهم الانتانات الفيروسيه. اذا هدول المجموعه من المرضى هن الاخطر. في مجموعه تانية من المرضى، مرضى السرطان اللي خلص معالجته وبالتالي هو مثله مثل اي مريض تاني، يعني مناعته صارت جيده او لا باس فيها، مقبوله، وبده يتبع الاجراءات الاحترازيه مثله مثل اي شخص تاني موجود. يعني دائما لازم يلتزم بالكمامه، لازم يلتزم بغسيل الايدي بشكل متكرر عند ملامسه اي شيء غريب. وهيك المجموعه الثالثه من المرضى واللي هن حالتهم للاسف بتكون بالاساس سيئه، يعني عندهم مجموعه انتقالات، مناعتهم كلياتها مثبته، هدول ضروري انهم يراجعوا المشفى بشكل متكرر. هدول بنوصيهم انه انتم لازم تراجعونا، بس يعني اجراءات زياده عن اللزوم كمان، يعني الكمامه الكتيمه كثير، النوع الجيد، محاوله الابتعاد عن الاماكن المزدحمه عند الدخول على المشفى، التعقيم الكامل من فوق لتحت، محاوله لبس البسه تغييرها مباشره عند العوده للبيت. اذا هدول هن يعني مرضى السرطان، مو كلهم جروب واحد او مجموعه واحده، في مجموعات عاليه الخطوره جدا وفي مجموعات ليست عاليه الخطوره، بس برأيي أنا كل مجتمعنا هو عالي الخطورة للإصابة. صحيح. يعني نحن لما ما منلتزم أبدا بالمعالج بالطرق الاحترازية، منحاول نبعد عن الأماكن المزدحمة، منحاول أي مشوار ما في داعي لإله أنه نحن نلغيه، للأسف الشديد كلاتنا رح نكون معرضين لهذا الموضوع. صحيح. يعني دكتورة حكيتي نقطة كثير مهمة، هي الاستهتار اللي عم نشوفه، يعني للأسف استهتار شديد بمرض هو كثير خطير، ويمكن دائما الإنسان ما بيصدق ليشوف بعينه، ولك الحالات بلشت تنتشر وبشكل كتير كبير يعني، ولكن دائما منعول على الوعي، بس كمان بدنا لا بالبداية كنا كلياتنا حذرين أكثر. صحيح. بداية المرض من حوالي 3 شهور تقريبا الكل التزم، أو ما بدي أقول الكل، المعظم، بجوز الناس كمان داخلها شوي او ضاجت، ما بعرف، انا ما عم بقدر فسر هذا الشيء. هلا ما بعرف فسر هذا الموضوع اللي صار حقيقه. ايه بتنزلي، بتضطري مثلا تنزلي تجيبي شيء، بتلاقي عن جد الناس بدون كمامات، بتلاقي هيك. اكيد الكمامه احيانا ممكن تكون مكلفه تقليلي، بس اكيد نحن بنقدر نعمل كمامه حتى منزليه، في طرق كثير بتدلنا على انه نحن ممكن نتبع اجراءات بسيطه. صحيح. نبعد عن الازدحام، المناسبات اللي ما لها كثير ضروره انه نحن نحاول نتجنبها، العزايم، الطلعات، الحفلات، الكذا. يعني هي العجقه مثل ما عم تسمعي هلا سالي، انه في عائلات كامله عم تنصاب، يعني شخص واحد بالعيله عم يعدي عائلته وجيرانه وكله. صحيح. لانه هذا الفيروس ممكن ينتقل لك من فنجان قهوه، يعني مو، لا هو ما بينتقل عن طريق الاكل والشرب، بس هو هذا الفيروس اذا الفنجان اللي انت شربتي ملوث برذاذ او الهواء اللي طالع من انسان مصاب. صح. للاسف هو بيصيبك للاسف الشديد. فنحن دائما بنسعى انه نحاول هيك. هلا المشافي مشكوره بمعظمها، انا رح خليني احكي تجربتنا بمشفى البيروني بالاساس، حقيقه من البدايه كان في حزم شديد جدا عن هذا الموضوع، يعني الاداره مشكوره، الكادر الطبي جهزته بكامل العتاد،
الاعداد خلينا صحيح. نقول بشكل صحيح. كامل صحيح. المرضى اللي فايتين يسمح بمرافق واحد، المريض والمرافق لازم يكونوا حاطين كمامه، الشخص مين من كان لما بده يفوت على المشفى حتى نحن كاطباء كاساتذه كمشرفين بدنا ننبخ بالمعقم من فوق لتحت، يعني هي الاجراءات الاحترازيه خففت نوعا ما من هي، لانه نحن كمان بمشفى البيروني كله مرضى سرطان، مرضى اورام، الاغلبيه هن معرضين هلا لتثبيط مناعي وبالتالي خطوره اصابتهم بالمرض، يعني ممكن مرافق مريض واحد، ممكن ممرض، ممكن طبيب صح. انه يعدي مجموعه كبيره من المرضى. صح. اكيد. يعني بما انه عم نحكي عن مرضى السرطان، مريض السرطان اليوم اللي قلنا انه في فئات، ممكن مرضى عم ياخذوا جرعات كيماويه، مرضى مثلا مثل السرطان الثدي شو فيهم طابوا، هل ممكن انه تكون مناعتهم كمان اقل؟ وخلينا نحكي عن الناس اللي عندهم امراض وراثيه بالعائله بسرطان الثدي اللي هو اكثر شيء منتشر، خلينا نحكي هدول كيف ممكن يقوا حالهم. في ناس عم تاخذ زنك، في ناس عم تاخذ فيتامين د بدون وصفات، بس انه حتى يقوي المناعه. طيب. هلا اول شيء بالنسبه للمريضات اللي هن عاليات الخطوره للاصابه بالسرطان، او مثلا مثل ما قلتي سرطان الثدي العائلي او الوراثي، او اللي ممكن انه في سيده مصابه بالعائله وبالتالي السيدات الاخريات قريباتها هن معرضات اكثر من غيرهم. هلا هدول السيدات اكيد نحن ما رح نقصر معهم كاطباء اورام ونقول لهم لا، السيده لازم تضل خاضعه للفحص الدوري، بس اذا بالامكان تاجيل هذا الفحص مثلا مده شهر بس لتخلص ذروه هيدي الاصابات فبيكون هو الافضل. المريضات او المرضى اللي بيخبروني انه دكتوره عندي مراجعه دوريه، يعني انا خلصت معالجتي وهلا بدي راجع حضرتك مثلا انه عندي متابعه، بدي اعمل ايكو، بدي اعمل فحوصات كذا، فانا بفضل اني اجل هذول. يعني اي مريض قيد المعالجه يفضل تاجيله قدر الامكان. حتى المعالجات الورميه صدر عن اللجنه العليا للتحكم بالسرطان مجموعه تعليمات حاول معظم الاطباء انه يلتزموا فيها، وهي التعليمات بتقول لك انه تكثيف الجرعات، يعني الجرعات اللي كنا نعطيها مثلا بشكل اسبوعي صرنا نعطيها كل 3 اسابيع، الجرعات اللي ممكن تحويلها لنوع من الحبوب، الجرعات اللي عن طريق الفم، فكمان حولناها وبالتالي خففنا جيه المريض او المريضه على المشفى واختلاطها بمجتمع يعتبر واسع نوعا ما. هلا بالنسبه للاكل والغذاء اللي عند مرضى السرطان، حقيقه الزنك، الفيتامين د، الفيتامين سي، دراسات كثيره صرنا قارينا عن هذا الموضوع ما اثبتت 100%، لكن هي حكما غير ضاره. يعني انا عم شجع مريضاتي انه حكما كل مريض سرطان يفضل انه ياخذ فيتامين د. طبعا الجرعة اللازمة بتتراوح حسب إذا عنده نقص بالأساس ولا لا، مثبت تماما كل ما كانت نسبة فيتامين د أعلى كل ما كان الجسم مقاوم أكثر للسرطان وبالتالي مقاوم أكثر حتى كمان للأمراض الثانية. أنا بشجع كل الناس أنها تأخذ الفيتامين دي لأنه هو بالنهاية، إلا طبعا عند فئة كتير خاصة من المجتمع واللي هن الكبار بالعمر اللي عندهم إصابات قلبية، اللي عندهم إصابات كلوية، يعني يفضل استشارة الطبيب بنوع بجرعة فيتامين د. بالنسبة للزنك كمان صدرت دراسات إنه لقوا إنه المرضى اللي عم ياخذوا زنك هن أفضل. أنا بقول الزنك في تداخلات تناقشها من فترة حتى على الفيسبوك مع زميلتنا طبيبة أورام معروفة، كانت ناشرة موضوع عن يعني مقال عن هذا الموضوع وصار في نقاش كتير. الزنك مشكلته إنه بيتدخل مع كتير من الأدوية، وبالتالي يفضل دائما عند مريض السرطان بالذات لما بده ياخذ زنك يكون هذا الشيء بإشراف طبيبه. صحيح. مرضى السرطان ممكن ياخذوا كورتيزون بنفس الوقت، نحن نعرف إنه الكورتيزون بيثبت المناعة، حاولنا قدر الإمكان سحب الكورتيزونات من البروتوكولات العلاجية إن أمكن. طبعا مريض الزنك بيتداخل مع بعض الأدوية القلبية، عفوا دواء الزنك. صحيح. وبالتالي مرضى السرطان لهم خصوصية بس بالزنك. صح. بينما فيتامين سي لفترة مؤقتة لا يمنع من أخذه، وفيتامين دال بشكل عام يمكن تناوله بكل سهوله وبكل امان. نعم. يعني دكتوره نحن مثل ما بنعرف مريض السرطان له وضع خاص وله حاله علاجيه خاصه، ومثل ما بنعرف مع انتشار فيروس كورونا في حال كان لا سمح الله يعني عرضه للفيروس او مصاب فيه، هل في اجراءات جديده متبعه لمريض السرطان بعلاجه؟ في بروتوكولات جديده انتم اضفتوا عليها شيء طبعا له؟ مثل ما قلت لك مدام سالي، اللي صار
صار انه حاولنا نسحب الادويه اللي بتثبت المناعه او نخفف منها قدر الامكان للمريض السرطان اللي هلا عم ياخذها، من الكورتيزونات، من بعض الادويه اللي شديده التثبيط. حاولنا ندعم هذا المريض مباشره بادويه بترفع المناعه، يعني مثل ما الادويه الكيماويه بتنقص المناعه كثير، في نوع من الابر خاصه بيوزعها المشفى بشكل مجاني، صرنا نحاول ندعمه للمريض بهي الابر، نقول له انه مثلا بعد كم يوم، بعد اسبوع من الجرعه، بعد يعني وفق البروتوكول، انه لازم تاخذ هدول الابر تحت الجلد لانه هي بتقوي لك مناعتك خلال هيدي الفتره. هذا الشيء حولنا معظم الادويه ل اذا كان بالامكان تحويلها لبرنامج فموي عن طريق الفم يتناوله المريض وهو موجود بالبيت، قدر الامكان الزيارات خففناها على المشفى، يعني الا للشيء الضروري يفضل انه المريض ما يراجعنا ابدا. نعم. يعني هلا خلينا نفترض مثلا انه اصيب احد مرضى السرطان بفيروس كورونا، معدل الخطر، هل في امل انه يشفى؟ طبعا. خلينا نحكي نعطي امل للعالم كمان. أكيد. يعني ما بدنا نكون كثير اكيد يأس. هلا صحيح الفيروس فتاك وقاتل، لكن نسبة الوفيات ليست عالية، حتى عنا بمجتمعنا أكيد ما أنا عالية، ونسبة أي مرض الوفيات بأي مرض تاني هي أعلى. مشكلة الفيروس هو طريقة انتقاله، وبالتالي ينتشر بسرعة كالنعرف الهجيم، هي مشكلته الأساسية، وبالتالي أنت عم يصيب مجتمعات كاملة، مثل ما قلنا عيال بشكل كامل، أبنية مثل ما هي عم تنصاب كلياتها. طريقة الانتشار السريعة لإله هي هيك. مريض السرطان حكما معرض أكثر من غيره، خصوصا إذا كان قيد المعالجة، وإذا انصاب انتبه على أعراضه بشكل مبكر، ف نسبة شفائه تتفوق يعني نسب كتير عالية إن شاء الله إذا تعالج بشكل سريع وإجراء. بس برجع وبقول درهم وقاية خير من قنطار علاج. مريض السرطان كتير لازم يدير باله على حاله، مو بس مريض السرطان، حقيقة كلنا، يعني مثل ما انه ممكن فنجان القهوه، ممكن المقعد اللي انا قاعده عليه ممكن انه يسبب لي اصابه بدون ما اعرف وبدون ما انتبه، فما بالك بالمريض اللي اساسا منعته منخفضه. صحيح. يعني ان شاء الله يا رب هيك ولا حدا يعني بيتعرض لهذا الفيروس الخطير، وفي حال تعرض نتمنى الشفاء العاجل للجميع ان شاء الله. ونرجع بنقول الوعي، يعني هو الوعي هو الاساس، هو الأساس يعني. صحيح دكتورة، بدنا منك نصائح أخيرة لكل اللي عم بيتابعنا. نصائح، برجع بقول وعينا هو أماننا، يعني هذا هو هي بيت القصيد الأساسي. كل ما حاولنا نبعد عن التجمعات، نبعد عن التزاحم، هلا نحن جايين على فتره عيد، كل عام وانتم بخير، قدر الامكان نخفف الزيارات، نحاول انه موضوع التباعد الاجتماعي كثير شيء اساسي، على الاقل لما بيكون في بيني حوالي متر او مترين بين الشخص الثاني اللي قاعده معه بتخف كثير نسبه الفيروس، التزامنا بالكمامه، التزامنا بالنظافه الشخصيه، هي اساسيات لازم تكون لحتى نقدر نحن كمجتمع، خصوصا مجتمع سوري، انه نحصر هذا الفيروس ونخليه ونحدده بمكان معين ونحاول قدر الامكان. هلا في خوف كثير من الزيارات اللي بدها تصير اثناء العيد، من الزيارات اللي رح تصير بين المحافظات، يعني حقيقه هي رح تعمل زار كبير ورح تنشر المرض للاسف اذا ما قدرنا نلتزم بالشروط الاساسيه الصحيه. اكيد نحن بنتمنى طبعا دكتوره الكل يكون استفاد من هي المعلومات اللي اعطيتينا اياها، وفعلا مثل ما قلتي العيد فرصه ليقعدوا بالبيت، يعني على الاسبوع ممكن تحد شوي من انتشار الاصابات. وخلينا نقول مثل ما قلتي مسؤولية الجميع يكون في وقاية، لأنه منك ومني ممكن سهوة صغيرة إذا ما كنا دايرين بالنا ممكن أنه يصير في انتشار كبير. تمام. شكرا لوجودك، والله يحميك ويعطيكم العافية كمان بمشفى البيروني. شكرا لكم وشكرا كثير للإضاءة على هيك موضوع أساسي وأنتم عم ضيقوا عليه بشكل يومي. بشكركم عن جد، بشكر جهودكم، وأنتم الله يحميكم لانه كلياتنا معرضين بالحقيقه. اكيد الشكر الاكبر لاطبائنا لكم، والفضل لكم اكيد، ان شاء الله ما بتشوفوا شر لا انتم لا عائلاتكم. اهلا وسهلا فيكي دكتوره. شكرا. هلا اهلا فيكم.